تفاصيل عن قاعة الذهب. قاعة الذهب كان امتدادها من هنا من عند المدرسة البيبرسية، تنتهي عند قصر بشتاك، تحديدا عند السبيل بتاع عبد الرحمن كتخوده اللي في نص الشارع هناك. ادي نمرة واحد. نمرة اتنين، الباب كان مغطى بصفائح من ذهب، وكانت الذهب اللي دخل بيه المعز كان عامله على هيئة طواحين، يعني راس بخرم، على اساس ان يتهيأ للناس اللي جايين تقول ان هي طاحونة رحايا بتاعت البتاع. العرش اللي كان قاعد عليه المعز قدر بحوالي 460 كيلو ذهب، عشان كده سميت بقاعة الذهب. يذكر المقريزي فصل الثاني في كتاب التعاصي الحنفة، لما الجزء الثاني الكتاب المجلد الثاني في التعاصي الحنفة، لما الحاكم بأمر الله جاي كان بيستقل بالسفارة من بيزنطة، وجاله المبعوث البيزنطي علشان يستشيره وبتاع، حكى موقف ان هم خرجوا سجاجيد، السجادة الواحدة محتاجة 10 يشيلوها، تمام؟ السجاجيد دي كانت بتغطي الارض والحوائط والسقف، دي كانت معمولة ايام المعز لدين الله الفاطمي، كانت معمولة باسلاك الفضة والذهب والحرير. السجادة سعادتك ايام المعز. يذكر المقريزي ان كان في حاجة اسمها الشمسة، دي كانت بتتعلق يوم عرفة على الكعبة، في شمسة منهم كان وزنها حوالي والله ما فاكر 180 كيلو او 280 كيلو ذهب، وكان فيها حوالي 4000 قطعة مجوهرات، عبارة عن كورة او شمسية بتتعلق على الكعبة يوم عرفة، ودي كانت عادة عباسية وانتقلت للفاطميين بقى هم يعملوها. الفاطميين كانوا بيكسوا الكعبة مرتين في السنة، مرة بالأبيض ومرة بالتانية بتاعت يوم العيد الأضحى، اللي هي كان مش فاكر كان لونها أحمر أو أخضر حاجة زي كده. الفاطميين أو من قاعة الذهب دي شهدت أحداث كبيرة جدا، انتهت بأن أجزاء من حجارتها مع حجارة المدرسة البيبرسية هي اللي بنى بيها اسم السيد الزينب حاليا. الكلام ده في بداية القرن العشرين، يعني 1920 1925، لما جه واحد اسمه الحاج علي هد المدرسة البيبرسية، ووافقت لجنة حفظ الآثار ان هي تشق الشارع بتاع سكة القاضي، وهدوا الباقي من المدرسة البيبرسية، خدوا الحجارة من هنا بتاعت المدرسة على الحجارة بتاعت القصر الفاطمي اللي كانت تحت، طلعوها وراحوا مبعتينها على السيد الزينب، بنوا بيها قرقول سيدة زينب او اسم السيدة زينب. تعالوا بقى.